دينار فيلم يقدم بكل فخر امرأتان ورجل. قبل ما اشوفك ما كانش ليا وجود يا مندوب، ما كنتش احب غير الليل وسواده، ودلوقتي بحب النور وكل شيء. زهقت مني؟ ايوه زهقت، نسيت نور النهار، نسيت النور ونسيت حياة الانسان الطبيعية، نسيت كل شيء من ساعة معرفتك. كفاية بقى، اغرته بجمالها وفتنتها لكي تسيطر عليه وتدفعه لارتكاب جريمة. وانت جوزي والراجل الوحيد في حياتي يا ممدوح، هكون مراتك بس، ايه رأيك؟ موافق؟ انا حاسس بخوف غريب يا ليلى. ولكنه يرفض لان قلبه متعلق بامرأة اخرى. خطر لي اني اشوف اصحاب القدام النجوم، حبيت اناجيهم، وانت بعيد عني فكرت فيك وكلمتهم عني. امرأتان ورجل اخذت مناظره في اعظم القصور وافخم الديكورات. امرأتان ورجل يجمع لاول مرة جوكسيل ارسوي وهوليا كوتشييت. بالاشتراك مع النجمة العالمية سوزان افجي وعلياء رونا، طارق فوليا، حسين زان. في الحقيقة ان اللي قلبها طيب هي انا، وإلا كان عليك انك تدفع حياتك تمن غدرك بيا يا سي ممدوح. انا مبقاش يهمني تهديدك. لو كانت ليلة امبارح حلم جميل يبقى كلامك اللي قلتهولك كده، يمكن كان كلامك الحلو زي روشتة بيقدمها طبيب. امرأتان ورجل فيلم المغامرات المثيرة والحب. ايوه كان كله كده، كلام اتقال علشان شوية حاجات براقة. عمري ما حبيتك، كنت بمثل عليك الحب. كل شيء في نظري ملوش قيمة بعد ما فقدتك يا ممدوح. خد كل شيء، كل اللي انت عايزه. ايوه مجنون، لو كان عقلي في راسي ما كانتش بلغت بيا الدناءة للدرجة دي. امرأتان ورجل من اجل الحب انتقمت، ومن اجل الحب ضحت، ومن اجل الحب ثارت. امرأتان ورجل توزيع الشركة المتحدة للتجارة والسينما، البناية الحديثة، بيروت، لبنان. امرأتان ورجل اعده للغة العربية المخرج كوستانوف.